يسعد صباحكم واهلا بكم حلقه جديده من صباح الشرقيه، يوم جديد وامل يجدد وبدايه يومكم يا رب تكون مليانه بالخير والبركه. حلقه جديده منوعه بها الكثير من الفقرات اللي تخص كل بيت عراقي، خلينا نبداها باهم العناوين. اغلب الاعراض اللي نشعر بها باجسامنا تحمل في طياتها علامه عن نشوء امر معين يتعلق بالصحه، ومن هذا المنطلق حبينا أن نسألكم مشاهدينا، هل عانيتم مسبقا من طقطقة المفاصل وما الإجراءات الصحية اللي اتخذتوها للتخلص من هذه الطقطقة؟ راح نتعمق بهذا الموضوع أكثر مع اختصاصية أمراض المفاصل والفقرات الدكتورة آفين عارف معروف. من العاصمة بغداد، ورش تدريبية لتعليم الخياطة وتصميم الزي الفلكلوري الذي يجسد ثقافة الحضارات في العراق. إجراءات لوقاية البشرة من تقلبات الطقس والحفاظ على نظارتها، هذا ما راح تحدثنا عنه الدكتورة نازل أتروشي، اختصاصية الأمراض الجلدية والحساسية وتجميل البشرة في استوديوهاتنا في أربيل. بنشاطات ثقافية وفعاليات اجتماعية، تمحور مهرجان الربيع في السليمانية استعدادا لاستقبال أعياد نوروز واحتفالا بقدوم شهر رمضان الفضيل. أما الأخبار المنوعة لليوم، فصل دراسي يعقد فوق الشجرة بغابات الأمازون، فما السبب؟ وشاب هولندي يحاول إخفاء حصان مسروق في شقته بالطابق الثالث. أما باقي التفاصيل فراح نتعرف عليها بحلقتنا لليوم. أما هاشتاج حلقتنا لليوم هو هل تعاني من طقطقة المفاصل وما أفضل حل لها؟ تقدرون تشاركونا آراءكم على الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة، هياخذكم مباشرة لصفحتنا عبر الانستغرام، وخلينا نشوف كل آراءكم. طبعا قبل أن نبدأ حلقتنا خلينا نشوف حالة الطقس والأجواء في عموم العراق. ونبدأ حالة الطقس من بغداد. درجة الحرارة اليوم في بغداد 14 درجة مئوية من غائم إلى غائم جزئي، من المتوقع أن يكون غد 21 درجة مئوية وبعد غد 22 درجة مئوية أيضا مشمس. أقصى درجات الحرارة تصل في بغداد إلى 20 درجة مئوية. والموصل، درجة الحرارة اليوم في الموصل 16 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 17 درجة مئوية أيضا مشمس وبعد غد 18 درجة مئوية ممطر. أقصى درجات الحرارة تصل في الموصل إلى 18 درجة مئوية. والبصرة، درجة الحرارة اليوم في البصرة 19 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 22 درجة مئوية أيضا مشمس وبعد غد 22 درجة مئوية مشمس. أقصى درجات الحرارة تصل في البصرة إلى 24 درجة مئوية. وختامها مع أربيل، درجة الحرارة اليوم في أربيل من 14 درجة مئوية من غائم إلى غائم جزئي، من المتوقع أن يكون غد 16 درجة مئوية ممطر وبعد غد 17 درجة مئوية غائم. أقصى درجات الحرارة تصل في أربيل إلى 16 درجة مئوية. كانت هذه حالة الطقس في عموم العراق. ونبدأ حلقتنا لليوم. هناك الكثير من الأشخاص يعانون من طقطقة المفاصل اللي تحدث عند ثني الكاحل أو فتح اليدين وإغلاقها، أو حتى عند تحريك الرقبة، وهذا ما يجعلهم يشعرون بالقلق. فهناك من يحاول استشارة الطبيب والتعرف على أسباب هذه الأصوات، وآخرين يتغاضون عنها معتبريها أمر طبيعي ولا يستدعي الموضوع أنه للسؤال. ومن هذا المنطلق حابين نسألكم مشاهدينا، هل عانيتم مسبقا من طقطقة المفاصل وشنو هي الإجراءات الصحية اللي أخذتوها للتخلص من هذه الطقطقة؟ خلونا نتابع الاستطلاع التالي مع زين من بغداد.
صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام اينما كنتم، مشاهدين قناة الشرقية وبرنامج صباح الشرقية. سؤال استطلاعنا لهذا اليوم، هل عانيت سابقا من طقطقة الأصابع أو أحد مفاصل جسمك؟ وما هي الإجراءات الصحية اللي أخذتها حتى تتخلص من هذا الموضوع؟ خلينا نشوف الناس وآراهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام اينما كنتم وخليكم ويانا. صباح صباح النور. شلونك؟ الحمد لله. تعانين انه انت تطقطقين مفاصلك هوايه، مثلا رقبتك او اصابع ايديك او ظهرك؟ اني اصلا خبيره رموش، حلو، فدائما تكون خبيره الرموش تعاني من هاي الشغله اللي هي الظهر. دائما احنا نكون مدنجين، اوكي، من نشتغل ساعتين ثلاث ساعات مرات، لان الفول فوليوم يحتاج وقت اكثر. فبهيك حاله احنا ظهرنا راح يتكسر حرفيا، فاني 24 ساعه اطقطق بظهري، اطقطق بيدي. بس ظهرك، رقبتك، ايديك؟ صحيح رقبتي، ايدي، صحيح ظهري اكثر شيء يعني، ومفاصلي دائما يعني، مرات من ما يوصل دم للرجل تحب بس تتحرك فتقوم تطقطق مفاصلي. صحيح فعلا. ما حاولتي تروحين تسوين علاج طبيعي حتى تخلصين من هاي السوله؟ لا، بس يعني رحت ساونا وهاي السوالف، بس ما اروح، ما رايح علاج طبيعي. لا مو دائما. ما حاولتي تروحين علاج طبيعي؟ شهر مره. ها؟ رجعتي يعني طبيب مفاصل؟ قلتي انه انا دا اعاني من مشكله؟ لا، اي هوايه كل شيء. اصابعك او رقبتك او مفاصل؟ اي هي صارت يعني، شلون اقول لك، صار شلون الحاله، هو يعني هذا الشيء كلش غلط. احنا المفروض انه نراجع اطباء، يعني هي صارت شلون النفسيه او وجع او تشنج يعني هيك، بس احنا المفروض نتراجع اطباء. شنو الحل الامثل لي حتى نتخلص من الموضوع انه احنا نطقطق مفاصلنا بقصد او بدون قصد؟ والله انا اشوف برايي مراجعه الطبيب، انا اشوف عم نتخلص من هاي هي قلت لك هي نفسيه صارت، يعني مجرد وجع خفيف قبل او بدون وجع او بدون تشنج. صباح النور. انصح الله يخليك. قاعد تعاني انه تطقطق مفاصلك كثير؟ راح اثبت لك. يعني انا ما اقدر. عندك مشكله بهذا؟ اي ما اقدر، ما اقدر. شو السبب؟ مثل الاني يعني ما ارتاح لا ما طقن، يعني هيك شلون اقول لك، خلينا نقول احنا ست شهور يعني تفكير زايد، تفكير التوتر يسوي عندك تقدر تطق يعني. حتى انا هسه احكي وياك قلت لك حبيبي. حاولت انه تراجع مختص بهذا الموضوع انه تخلص؟ بصراحه لا، مش عجب، لانه مرتاح للشغله. خلينا نقول احنا اذا ما اطق اصبعي ما اقدر اصبع. يعني العلماء يقولون انه هذا الشيء سبب رخاوه بالمستقبل لاصابعك او رقبتك او هو شيء صحيح هذا، وانا مره انصابيت يعني طقت رقبتي، مثل ما نقول احنا كثر ما اطق هيجي انصاب. الدكتور قال لي المفروض ما تطقها انت بعد، ومو زين، بس ما اقدر. علاج طبيعي؟ لا بصراحه لا. مره مسوي؟ مره واحده بس. شلون صح؟ حياك الله كل اهل اخويا. هل عانيت سابقا من انه طقطق اصابعك، اصابع ايديك، اصابع رجليك، او جسمك او احد مفاصل جسمك؟ تمام، دائما نطقطق رقبتنا، نطقطق اصابعنا، نطقطق اصابع رجلينا، هاي سهوله صارت فينا، نطقطق نرتاح، نشعر بالارتياح دائما هيك. ما لها علاقه بالتوتر وكذا، بالتوتر نقرط اظافرنا. انت توترت نقرط اظافرك. انت راسك او رقبتك تطق لما تشوف انه انت تعبان من الشغل، لو اكو موقف معين يخليك تطق؟ لا بالضبط، شلون اقول لك، نرتبك بموضوع او كذا، شلب رقبتك او اصابعك قبل طقطق فين، نعم نعم. ما حاولت تعالج الموقف هذا او هذا الموضوع؟ يعني ما رحت راجعت دكتور مفاصل او لا لا، هم دكاتره المفاصل دائما يمنعونا من نطقطق اصابع، طقطق رقبه، دائما اخص شيء الرقبه، دائما ينصحونا ان نطق الرقبه، فاحنا بينا سهوله هاي، نطقها اول مره تتعود عليها. عانيت سابقا انه طقطق اصابعك هوايه او طقطق رقبتك او ظهرك مثلا يوجعك ياذيك انه طق دائما؟ طبعا. شو السبب؟ بالنسبه لي انا طق ظهري دائما، وبصراحه يعني مرامي ما مقصره وياي، اول ما ارجع من الدوام عاد له قبل طق 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 بالسره. ارتاح نفسيتك؟ لا والله، هو يعني ظهري يرتاح يعني، ما اعرف سبحان الله، عباك فد شيء يعني، شلون احس اكو فد هواء بظهري، اكو فد شيء بعد من الطق يعني، شعور غير شكل. يعني ينصحون انه هاي هذا الشيء مو صحي، مو زين. حاولت انه تراجع احد الاطباء وتشوف الموضوع؟ لا والله ما حاولت يعني.
بس شفت الشغله انه مريحه وهي صار للسنين على الوضعيه هاي. لا هو هذا شيء موجود بطبيعه كل انسان يعني، مو بس انا او انت او كل موجودين. هذا الموضوع هو حاله نفسيه يعني، طقطق الاصابع الظهر المفاصل. بس انا يعني بالنسبه لي اشوف يعني الموضوع اذا كان ما بي الم قوي موضوع كلش طبيعي، بس اذا كان اكو الم او تورم في المفاصل يجب ان يكون مراجعه الطبيب يعني ذو اختصاص هذا الموضوع. راجعت اطباء؟ بصراحه انا راجعت يعني، انا كان عندي سبب بالصفحه اليمنى. ينصحون بانه انت تبتعد عن الطقطقه؟ هو اكيد يعني تسبب لك اخطار يعني، موضوع خطير يعني، خاصه الطقطقه مال الظهر. قلل من الطقطقه؟ ما حد يقدر حيقلل بهذا الموضوع، لانه هو موضوع حاله نفسيه. موضوع حاله نفسيه، موضوع الاصابع حاله توتر، ولكن الظهر او المفاصل للرقبه موضوع نفسي. عانيت سابقا انه الطقطق احد مفاصل جسمك، ظهرك، اصابع ايديك، اصابع رجلك، رقبتك؟ الظهر. اي صح. يعني الشغل والعمل هذا يصير عندي آلام بالظهر، يعني الفقرة الأخيرة تصير عندي. يعني أنت بسبب العمل مالتك ظهرك يؤذيك فممكن؟ أي صح. راجع الدكتور أنه ينصحك أنه تبطل هاي العادة؟ فأنا دائما يعني أروح للدكاترة فيقولون هذا كالتهاب، يعني شلون من وراء العمل، يعني شلون نقول، يعني شلون أوضح لك يعني. فهو يعني تعب يقول يعني شلون أنت جاي ذبت جهد أكثر بالعمل، فهذا يأثر على العمود الفقري. شكرا لكل الاشخاص اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا لليوم، وشكرا لك زين على اعداد هذا الاستطلاع. مثل ما شفنا نسبه كبيره من الناس بسبب التوتر من الممكن انه يطقطقون اصابعهم بس للتخلص من التوتر، ولكن بعض الاشخاص توجهوا فعلا للدكتور المناسب على مود يحل لهم مشكله الام الظهر وايضا الركب والمفاصل. بعض الاشخاص يمكن عملهم يعني يدفعهم انه يعانون من هذه الامراض، ولكن في بعض الاحيان عند الجلوس بنفس الوضع لفترات جدا طويله قد نشعر بتنميم معين للأطراف أو حدوث أصوات طقطقة تصدرها المفاصل والفقرات، وهذا الذي يحدث مع أغلب الأشخاص. ولكن عند تكرار هذه الأعراض واستمرار المعاناة مع الألم اللي يصاحبها من الممكن أن الواحد يصير عنده مشكلة، فلازم يستشار الطبيب المناسب. ولذلك استضفنا معنا اختصاصية أمراض المفاصل والفقرات الدكتورة آفين عارف معروف من استديوهاتنا في أربيل. يسعد صباحك وأهلا بيك بصباحنا. صباح النور، صباح الخير عليكم على جميع مشاهدين تلفزيون الشرقية. يا أهلا بك. شكرا جزيلا. بالبداية خلينا نتحدث عن العوامل الرئيسية اللي تؤدي إلى طقطقة المفاصل. نعم، طبعا العوامل الرئيسية احنا ممكن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول هي أسباب فسلجية، يعني ما تكون أسباب تدعو للقلق. نعم. الأسباب الأخرى هي ممكن تكون نتيجة خلل في تركيبة المفصل تؤدي إلى هذه الطقطقة، وقد تكون إنذار لحالات مرضية. نعم، هل من الممكن أكو أسباب معينة لهذه الطقطقة مثل خسارة بعض الفيتامينات؟ تمام. مثل ما شفنا في بعض التعليقات أنه الكالسيوم يلعب دور جدا مهم في إخفاء صوت الطقطقة، فهل هذا الشيء صحيح؟ أوكي، خلينا نجي قبل ما نذكر الأسباب لأنه إلى علاقة بتركيبة المفصل. نراجع تركيبة المفصل بصورة سريعة، إنه المفصل هو عبارة عن التقاء عظمين. نعم. وهذا الالتقاء اللي يحتاج ثبات، فهذا الثبات راح يكون من خلال الأوتار والأربطة والعضلات داخل المفصل أو تجويف المفصل بين العظمين. هناك الغضروف اللي راح يسوي الحركة تكون ملساء وما تأذي سطح العظمين الملتقين. وهناك تجويف طبعا كبسولة راح مثل الغشاء تغطي منطقة التقاء العظام، وبهالتجويف موجود سائل زلالي. هذا السائل الزلالي هو المغذي للمفصل لأنه الكبسول ما راح يوصل الدم،
فيكون هذا السائل الزلالي هو المغذي الوحيد الموجود، وايضا راح يكون عنصر لتزييت المفصل اثناء الحركه. نعم. هذا السائل بتركيبته موجود بغازات، هاي الغازات عبارة عن نيتروجين، أكسجين، كربون دايوكسيد، هذه خلال الحركة، حركة المفصل لنطاق أكثر من النطاق، يتجاوز النطاق الحركي للمفصل، راح تطلق هاي الغازات، وهاي نلاحظها في عملية فرقعة الأصابع اللي ذكروها بالتقرير. فعد ما مثلا نحرك او نسحب الاصبع الى اكثر من نطاق الحركي له بعد فتره عدم حركه، راح تطلق هاي الغازات، وهاي تكون مصدر للصوت اللي راح نسمعه. حلو. مثل علبه المشروبات الغازيه من نفتحها وتطلق الغاز، فيكون هذا امر فسلجي لا يدعو الى القلق. لكن هناك اسباب اخرى وايضا تسميات او اخرى للطقطقه اللي تصير بالمفاصل اللي تكون نتيجه خلل بتركيبه المفصل. اوكي، نرجع على التركيبه اللي هي الاوتار العضلات. نعم. اذا اكو عدم توازن في العضلات والاوتار، مثلا ضعف في جهه معينه من المفصل، خلينا نقول مفصل الركبه جهه معينه راح يكون بيها العضله ضعيفه او الاوتار ملتهبه فصاير ثخن بيها، فيصير صعوبه بالحركه، فمن الشخص يريد يتحرك راح يصير عدم توازن ويلتف الوتر على العظم ممكن، فتصير هاي الطقه. الفرق بين الطقطقه الفسلجيه انه احنا نحتاج الى 20 او 30 دقيقه بعد ما يصير الطقطقه حتى نرجع نقدر مرتلخ يصير طقطقه بالمفصل، فهذا فسلجي لانه يحتاج وقت يعني الماء الغازات يعني بهذه الطريقه احنا نقدر. لكن نعم، بهذه الطريقه احنا نقدر يعني نعرف اذا كان هذه مشكله جسديه فعليا ام بس لانه ردة فعل الجسم الطبيعيه. بالضبط. فنجي انه هاي الحركه عندما نعيد نفس الحركه ويصير الصوت دائما مع نفس الحركه، معناته عندنا عدم توازن في المثبتات، التركيبه اللي تثبت لنا المفصل اللي هي العضلات او الاوتار، اما التهاب بالاوتار وثخن بها، او بالعكس رخاوه بالاوتار، او تشنج او شد بالعضلات والاوتار، فيصير عدم توازن في توزيع الجهد على المفصل. الأسباب الأخرى قد تتعلق بالغضروف، هاي التركيبة الأخرى من المفصل الغضروف. نعم. من يصير استهلاك بالغضروف. نعم. ويصير يعني الغضروف راح يتآكل فيصير خشونة بالمفصل. فالعظام ما راح تكون الحركة على بعضها، سطح العظم ما يكون ملساء، فيصير طقطقة، هذه تكون مثل الطحن، يعني شلون ما واحد يطحن في الشيء الصوت يختلف، وايضا الشعور راح يكون قد يصاحبه الم ايضا، فهذه تصير بخشونه المفاصل. نعم. اللي هي نسميها السوفان. نعم. وايضا حالات اخرى من الاصابات، يعني اصابه الاوتار بالتمزق ايضا قد يصاحبها الم شديد مع صوت طقه يسمعها ويحس بها المصاب، فهاي نتيجه تمزق الوتر. طيب دكتورة، أو الرباط، فهذه هي أسباب الطقطقة. طيب دكتورة، من هم الأشخاص الأكثر عرضة؟ تعرفين إحنا دائما نعرف أن مثلا الأشخاص اللي وزنهم زايد عن اللزوم، ولكن بعض الأشخاص من الممكن أنه يعانون من أمراض وراثية، من مشاكل في صغرهم، فخلينا نحدد الأشخاص اللي يكونون أكثر عرضة لهذه الشائعة أو هذا المرض. نعم، احنا خلي يعني نقسم الاشخاص اللي راح ينصابون اكثر حسب الفئه العمريه ما عدا سبب الوزن. الوزن طبعا له دور كثير، لانه هذا الوزن هو جهد على المفاصل، ومن يصير جهد على المفاصل المفصل راح يعني يتجاوز الحد اللي يتحمله، فاكيد راح تصير ضعف بتركيبه المفاصل.
فإذا السمنة لها دور، لكن الأعمار مثلا نحس أنه أكو مثلا أعمار تصير الطقطقة في أعمار صغيرة، مثلا فترة الشباب، فترة المراهقة، هذه أكثرها نتيجة إما رخاوة في الأوتار طبعا. نعم. ممكن تكون وراثية. نعم. وخاصة نلاحظها بالبنات وخاصة في مفصل الركبة، يصير ضعف في الغضروف وهذا يؤدي إلى عدم ثبات الرضفة، فأحيانا يعني بهاي الأعمار راح يحسون بطقطقة في الركبة خاصة أثناء وضعية القرفصاء من يريدون يقومون أو مثلا من يمشون سريع، يصير حتى عدم ثبات بالرضفة ويصاحبها طقطقة. نعم. الأشخاص الآخرين في نفس الفئة هم الرياضيين اللي يصير عندهم إصابات رياضية أو أثناء مثلا الجيم، الألعاب الرياضية اللي يقومون بها بحركات أكثر من اللازم أو حركات رياضية خاطئة أو إصابات، هذه أيضا قد تؤذي الأوتار والأربطة والعضلات وممكن تؤدي إلى الطقطقة. أيضا عندنا في الفئة العمرية الأخرى اللي الفئة العمرية اللي تتجاوز 45، هذه أكثرها تكون نتيجة خشونة المفصل وتآكل الغضروف ونتيجة السوفان أو أسباب مرضية أخرى نتيجة الروماتيزم اللي راح يصير بها التهاب وتورم في المفصل. نعم. وأيضا تكون سبب لطقطقة المفاصل وتيبسها. نعم. التيبس أيضا هو من أسباب اللي تؤدي إلى طقطقة المفاصل. طيب. هاي الأسباب اللي ممكن نحصرها. طيب دكتورة، هل طقطقة المفاصل من الممكن أنه تدل على هذا الشخص أنه عنده هشاشة في العظام أو من الممكن أنه يتعرض إلى هشاشة العظام في المستقبل؟ بالنسبة لموضوع طقطقة المفاصل وهشاشة العظام يعني ماكو ما يتعلق بصورة مباشرة. نعم. لكن أعتقد أنه في معظم الأبحاث يعني لاحظنا أنه ماكو هذا الارتباط المباشر، يعني بصورة مباشرة، ارتباط مباشر، لأنه إحنا الطقطقة ترتبط بالمفصل مو بالعظم، والهشاشة العظام هو بالعظم مو بالمفصل، لكن يتعلق بالسوفان، يعني هو سوفان تآكل الغضروف هو اللي يتعلق بطقطقة المفاصل. خلي مثلا أنطي مثال بالنسبة للأشخاص اللي يعتادون طقطقة المفاصل، مثلا الإيد، الأصابع قصدي، ومثلا الفقرات، هذه إذا تجاوزت الحد مثلا بالتكرار ممكن تكون سبب في تعب المفصل وتآكل الغضروف وسبب من أسباب السوفان المبكر، لكن لا يوجد صلة مباشرة بين هشاشة العظام وبين طقطقة المفاصل. طيب دكتورة، خلينا نشارك مشاهدينا طرق العلاج اللي من الممكن أنه يقدرون يستخدموها. بعض الأشخاص من الممكن أن يعانون من كل الأسباب ولكن ما يتوجهون للدكتور المناسب، فضروري أنه نصح مشاهدينا اليوم أنه في حال أكو أعراض معينة، أعراض شديدة مع ألم مصاحب، لازم يتوجهون للدكتور ويأخذون العلاج. صحيح صحيح، أكيد يعني إحنا ننصح المشاهدين في حال وجود ألم أو تورم مصاحب لطقطقة المفاصل، أو إذا كانت الطقطقة يعني يلاحظها خلال حركة معينة بصورة متكررة، أو مثلا كان عنده تاريخ إصابة، أو مثلا صار عنده تورم في المفصل، في هاي الحالة وتيبس، خاصة تيبس في المفصل، في هاي الحالة لازم يستشير طبيب الأخصائي. وبالنسبة للإرشادات يعني هي أنه نتلافى القعدة المستمرة، يعني فترة السكون المستمرة، لأنه إحنا قلنا بالبداية أنه السائل الزلالي يساعد على تشحيم المفصل أثناء الحركة وليس أثناء الجلوس وعدم الحركة. نعم. فبهالحالة إحنا نحتاج أنه الحركة، وهاي الحركة ما تشمل فقط أنه حركة اعتيادية لكن مزاولة الرياضة. نعم. إحنا هواية حتى سمعنا بالتقرير أنه يلجؤون إلى طقطقة المفاصل يعني كجلسات علاج طبيعي، طبعا هذه بوحدها الطقطقة راح تريح لفترة وجيزة، يعني فترة ما تتجاوز الساعات، لكن تأثيرها ما يبقى، هي مؤقتة بس. لا، ويا هذه الطقطقة اللي كعلاج فيزيائي ياخذوها
لازم يصير تمارين إطالة، تمارين تقوية المفاصل العضلات والأوتار. طيب. هذه اللي تقلل من الطقطقة. نعم. بعدين. طيب إذا دكتورة. حتى الشخص مصاب بها. مثل ما سمعنا بالاستطلاع وحتى الكثير. نعم. من الاشخاص اللي شاركوا بهاشتاج حلقتنا لليوم، من الممكن ان يتوجهون للكايروبراكتر اللي هو الشخص اللي يطقطق العظام بدون ما يستشيرون دكتور العظام نفسه. من الممكن انه يتعرضون لاصابات معينه خلال جلسات الطقطقه. هل من الممكن انه يتعرضون لامراض ما لها حل بسبب هالشيء، وانه لازم يتوجهون للدكتور دكتور العظام قبل. نعم. ما يروحون للكايروبراكتر؟ اكيد اكيد، هو لانه الكايروبراكتر صح هو راح يقوم بعمليه يعني راحه للمفصل لفتره وجيزه بصوره، هو الكايروبراكتر يعرف يسوي التكنيك بصوره صحيحه، لكن هل هذا الشخص مؤهل انه يعني المريض هذا مؤهل انه يسوي الكايروبراكتيك؟ هل الكايروبراكتيك يناسب هذا المريض؟ هذا ما يقدر يحدد الكايروبراكتر، لازم يصير استشارة بالطبيب، والطبيب هو الأخصائي العظام والمفاصل، هو اللي يحدد أي منطقة ممكن يصير إلى الكايروبراكتيك. نعم. وبعدين لازم جلسة تمارين إطالة وتقوية. نعم. لأنه ممكن المريض يكون مصاب بانزلاق في الفقرات العنقية، والكايروبراكتر يسوي له طقطقة في الفقرات العنقية، وهذه راح تكون لها عواقب ومضاعفات كبيرة لهذا الشخص. نعم. فما ننصح باللجوء إلى الكايروبراكتر بدون استشارة الطبيب. دكتورة آفين، شكرا لوجودك بصباح الشرقية، معلومات كلش مهمة، وإن شاء الله يا رب يكون المشاهدين استفادوا، وأكيد راح نشوفك بحلقات ثانية. شكرا لك دكتورة. شكرا لكم. شكرا لك. نرجع أذكركم مشاهدينا اختصارا للمعلومات اللي قدمتها الدكتورة لليوم، أنه بعض الأشياء اللي نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أن نشوف فيديوهات للطقطقة، بس أخصائيين مختصين لطقطقة العظام أو طقطقة حتى أو يعني يسوون مساج وبعدها يسوون طقطقة للعظام، حاولوا أنه تستشيرون دكتور العظام، لأنه هذا الشيء أو هذا العظم هو جدا مهم في جسدكم، حاولوا أنه ما تروحون لأي أحد تتورطون وياه يعني وتأذون نفسكم. من هذه المواضيع مشاهدينا ننتقل إلى نشرة الأخبار مع ماهر. يسعد صباحك ماهر. يسعد صباحك رولا. ماهر، هل أنت من الأشخاص اللي تقطقون أصابعهم أو تقطقون عظامهم؟ يعني أنا أطقطقهم، أعاني من طقطقة. تعاني؟ هل تعاني؟ عندي الطقطقة من النوع الطبيعي، يعني حسب المعلومات اللي أنا أعرفها، للأسف ما استمعت للطبيبة قبل شوية، بس اللي أعرفه أنه إذا كانت طقطقة لحالها من غير تورم او الم او عدم الحركه بشكل طبيعي. نعم. امر طبيعي. حلو. بس اذا ترافقت مع هذا اللي ذكرتها والم هذه انه تدل على مرض طبي ولابد من مراجعه الطبيب. حلو. الحمد لله طقطقه عاديه الحمد لله. الحمد لله ماهر، شنو محضر لنا لليوم؟ مجموعه اخبار، والبدايه من شان العراقي واقتصاديا نبدي مشاهدينا نشره صباح الشرقية لهذا اليوم، حيث قفزت أسعار اللحوم والمواد الغذائية في أسواق البصرة مع اقتراب حلول شهر رمضان، في وقت طالب مواطنون بتجديد الرقابة على الأسواق ومحال الجزار. ويقول أصحاب مجازر أن ارتفاع أسعار العلف وحظر استيراده انعكس على أسعار اللحوم في الأسواق. وشدد أهالي محافظة الأنبار على ضرورة زيادة الرقابة على المراكز التجارية قبل حلول الشهر الفضيل لمنع التلاعب بالأسعار، في وقت أعلن مسؤولون محليون في الفلوجة عن تنسيق مشترك مع الجهات الأمنية لنشر مفارس تعمل على اعتقال المخالفين والمضاربين بأسعار السلع التجارية. في النجف، حول أحد شيوخ النجف منزله إلى متحف يضم أسلحة من زمن نابليون وغنائم من الجيش البريطاني تعود إلى ثورة العشرين، وكذلك عملات نقدية نادرة. ويقول الشيخ سيف عكار أنه منذ 50 عاما يعمل على جمع الأشياء النادرة والتراثية، لكنه لكنه يفكر ببيعها لأن صيانتها مكلفة لعائلته، ولا التفات حكومية لهذا الإرث. لجأ مواطنون في دمشق إلى تحويل أجزاء من الحدائق المنزلية إلى مشاتل لزرع أنواع
من الفواكه والخضروات كجزء من الحلول المعيشية لمواجهة الحصار. يقول مزارعون إن مثل هذه المشاريع الصغيرة تمثل بارقة أمل، خصوصا تجربة زراعة الفطر التي أثبتت نجاحها ولو بشكل نسبي. اجتذبت ثلوج السليمانية أعدادا إضافية من السائحين من محافظات عراقية للاستمتاع بأجواء مشمسة برغم طبقات الثلوج. ويقول مواطنون إن السياحة الشتوية في مدن الإقليم بحاجة إلى مزيد من الاهتمام لتنافس باقي أنواع القطاعات السياحية في العراق. أما في الجزائر فقد عبر سكان مدينة البليدة عن فرحتهم بالثلج الذي تأخر تساقطه هذا العام عن الموعد المعتاد، ما أثر على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة. يأتي الناس من مختلف المدن الجزائرية إلى جبال الشريعة كل شتاء للاستمتاع بالأنشطة التي تمتد من التزلج إلى ركوب التلفريك، لكن الموسم الحالي كان جافا لأن الأمطار والثلوج تساقطت في أواخر شهر فبراير شباط الماضي. وصفت منظمة الصحة العالمية سمنة بأنها وباء جديد على العالم بعد أن كشفت أن أكثر من مليار شخص يصنفون بأنهم مصابون بالسمنة. ويقول باحثون وخبراء إن معدلات السمنة زادت بنحو 4 أضعاف منذ العام 1990 وحتى العام 2022، فيما كان نصيب الرجال أكثر من النساء من هذا الوباء. نواصل هذه الأخبار. وأخيرا أصبح اكتشاف الإصابة بمرض الزهايمر مجرد اختبار دم بسيط قاب قوسين أو أدنى من أن يتحقق فعليا بعد سنوات طويلة من البحوث، وسيشكل بالتالي تطورا ثوريا في هذا المجال. لكن المرضى أنفسهم لا يلمسوا الفائدة منه ما لم تتوافر علاجات فاعلة لهذا المرض بعد طول انتظار. ويشكل التشخيص بهذه الطريقة منذ سنوات أحد محاور التركيز الرئيسة للبحوث المتعلقة بهذا المرض الذي يعد الشكل الأكثر شيوعا من الخرف، ويؤثر بشكل لا رجعة فيه على عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم. نهاية الأخبار، عودة من جديد إلى رولا. شكرا لك ماهر على هذه الأخبار المنوعة، ويومك سعيد. يومك أسعد. من هذه المعلومات مشاهدينا نرجع ذكركم بسؤال حلقتنا التفاعلي لليوم اللي هو: هل تعاني من طقطقة المفاصل وما أفضل حل لها؟ طبعا الكثير من الشباب والشابات ذكروا أنهم يعانون من هذه المشكلة، بالأخص إذا كانوا يدرسون لفترات جدا طويلة أو بسبب عملهم. طبعا مثل ما ذكرت الدكتورة، إذا كنتوا تعانون من طقطقة المفاصل في عمر صغير لازم تتوجهون للدكتور المناسب على مود يشوف شنو سبب هذا النقص. هل من الممكن أن يكون بسبب الوزن الزائد؟ هل من الممكن بسبب قلة الحركة أو الفيتامينات وما يخص يعني صحة العظم وحصة صحة المفصل؟ لأنه معظم المشاكل هي مو بسبب العظم وإنما بسبب المفصل نفسه. من هذه المواضيع ننتقل لتقريرنا لليوم. عندما يتم تجسيد الرموز الحضارية والتراثية بطريقة فنية ينتج من خلالها أشياء جدا مميزة، ومن الممكن أن يكون إبداع جدا مميز اللي هو تصميم الملابس الفلكلورية التراثية اللي تعكس حضارة العراق. ومن الممكن أن تتضمن هذه الورشات اللي موجودة بتقريرنا لليوم على دورات تعليمية للأسس الأساسية للخياطة للشباب وتنمية الروح الإبداعية بداخلهم. خلونا نتابع التقرير التالي مع تبارك من بغداد. مرحبا بكم مشاهدينا، يسعد صباحكم. مثل ما نعرف الخياطة هي نوع من أنواع الفنون، وكانت العوائل العراقية معتمدة على الخياطة جدا بحياتها اليومية، سواء بصناعة الثياب أو المفروشات أو التطريز. أما اليوم صارت تدرس بشكل أكاديمي وتجذب مجموعة من الشباب حتى يتعلموها، فإذا كنتم من محبين الخياطة خليكم ويانا. طبعاً الخياطة مهمة من جميع أبوابها،
تفيدنا بالنسبة كأعمال البيتية، كأزياء الطلاب، كأزياء المدرسية، كجهاز المنزل. وفضلاً عن ذلك احنا عندنا مواد نتطرقها حسب الجدول، عندنا أزياء شعبية يعني عندهم عدة مراحل، عندنا أزياء تاريخية، عندنا الخياطة العامة، عندنا تطريز ماكينة، كلها تتبع حسب مراحل الطالب اللي بيها. احنا طبعاً 5 مراحل من الأول إلى الخامس. حابين نعرف منك إذا أحد يعني أو شخص يريد يتعلم الخياطة شلون يبلش بها؟ أول مرة المراحل الأساسية اللي هي أسس الخياطة، الخياط العدل والعادي على الماكينة، يعني أول شيء أبدي وياه بقطعة صغيرة جداً يتدرب عليها إلى أن إيده تقوى، أبدأ أنطي أشياء أخرى، أنطي غرز أخرى، أنطي الكفة، أنطي البنسة، أنطي يعني هي حسب الملزمة هي الموجودة عندي، إلى أن يكون جاهز فأنطي قطعة يكون يكملها. واي ناس يعتقدون أنه الخياطة يعني بهذا الوقت شلون نقول أنه قلت أهمية نظراً أنه أكو صناعي وأكو جاهز، فحابين من عندك شنو توضحين لنا هاي النقطة؟ لا بالعكس، أنا أعتبر أنه بالسوق ترى صراحة كله روتين صار اللبس، يعني أكو بيهم لا يختارون شيء المميز، يعني أقول لك أنا دا أشوفه بالسوق كله نفس الموديل، فأنا أريد شيء مميز، فإن دا يجيني على هالأساس أقول أنا أريد شيء مميز، ما أريد مثل السوق كليته يعني هذا المحلات نفسها الكوبي، لا هو دا يجي يريد موديل فلان موديل نسوي له، فإن دا يجي على هالأساس. حابين تحكينا على زي اللي لابسه اليوم شنو يمثل وشون اختاريت تصميمه وش قد أخذ وقت بدك؟ والله هو الوقت كلفني يعني تقريبا شهر إلى شهر ونص قيادة الرئيس قسم بوشغال السلمية، وهو زي تاريخي يعني لأحد الملوك القدماء، تفاصيل والله إنه خارجي وداخلي يصير قماش وتطريزات داخلية بالنسبة لخياطة الماكينة والخياطة العامة وكذلك. ليش اختاريتي انه تتعلمين الخياطه تحديدا؟ كانه بنيه تفيدني مو بعض الملابس انه بالسوق تناسبني، كانه يعني كشغل ايدي تفيدني، ويعني كحجاب يفيدني، فحبيت يعني كفصال وكخياطه اتعلمها على التصميم اللي انا يعجبني. حابين تحكينا شوي عن الزي اللي انت لابسه من اي حقبه تاريخيه وشون بديت تخيط؟ هذا زي تاريخي يتكون من اشرطه وخياطين. اي نعم، طول عندي تقريبا شهر ونص اعمل قماش كدري. تقرير جدا جميل، شكرا لك تبارك على اعداد هذا التقرير. طبعا نحن محتاجين مثل هذه الورش في العراق لتطوير مهارات شبابنا وايضا تسليط الضوء على الجانب الفلكلوري الحضاري العراقي. طبعا نرجع ذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي لليوم اللي هو هل تعاني من طقطقة المفاصل وما افضل حل لها؟ طبعا وصلتنا الكثير من التعليقات انه الكثير يعانون من هذه الطقطقة ولكن احيانا تكون بدافع التوتر، بعض الاشخاص من يتوترون من ممكن انه يطقطقون
أصابعهم وهذا الشيء يكون طبيعي وطقطقة طبيعية، ولكن بعض الأشخاص ذكروا إذا كانت الطقطقة مصاحبة لآلام معينة وورم لازم إحنا نتوجه للدكتور المناسب ونتوجه لاختصاصي عظام ومفاصل لأنه هو الطريق الوحيد لحل هذه المشكلة. ايضا بعض الاشخاص ذكروا انه شهد كاتبه انه انا صحيح عمري صغير جدا ولكن احس عمر جسمي وعمر عظامي 65 سنه بسبب الاصوات اللي تنتج عن الحركه. طبعا بعض الاشخاص من الممكن انه يعانون من هذه المشاكل او من هذه الطقطقه بسبب قله الحركه، فالمشي لمده 20 دقيقه والسباحه من الممكن ان يحلون هذه المشاكل. ايضا من الاهم الفيتامينز اللي تدعم صحه المفصل هو فيتامين دي، فحاولوا انه تاخذوه بجرعات جدا قليله ومناسبه للجسم وتتوجهون للدكتور دكتوركم اللي دائما يسوي لكم الفحوصات السنويه حتى ولو مره في السنه على مود تشوفون في الفيتامين دي هل من الممكن انه يكون عندكم نقص فيه لهالسبب انه عظامكم قاعده تتاثر، فحاولوا انه تاخذون الفيتامينات المناسبه وايضا التوجه للدكتور المناسب. ننتقل لخبرنا المنوع لليوم. في ظل الاجواء البارده تتخذ بعض الحيوانات الاماكن الضيقه والبيوت المهجوره مأوى لها للسبات وحمايه نفسها من درجه الحراره المنخفضه. وهذا ما دفع لجنة موارد الحياة البرية في ولاية كارولينيا الشمالية في أمريكا بنشر فيديو توعوي طريف لدب تسلل من فتحة تهوية للمنزل، وهذا المنزل كان مهجور بسبب يعني تركه لبعض الأشخاص. وبفترة هذا السبات وبمجرد ما تغير درجات الحرارة و القرب من الاعتدال الربيعي ظهر الدب بأنفه أولا ثم حاول بالتسلل وبذل جهد كبير للخروج من الفوهة الصغيرة. ويظهر بالفيديو الحالي أن الدب الضخم قد اتخذ هذا المنزل وحول إلى بيت شتوي له، ومع حلول الربيع استيقظ وشق طريقه نحو الهواء الطلق. ولذلك فهم يرشدون أهالي الولاية بالتعامل مع هذه الدببة والحيوانات البرية بطريقة سليمة يعني تفادي المشاكل. هذه واحدة من الفيديوهات الأكثر مشاهدة هذا الأسبوع. هذا الخبر كان خبر جدا طريف، وحبيت انه الولايه دائما تحاول انه تنبه المساكنين بهذه المنطقه على انه وجود الحيوانات البريه هو شيء طبيعي. نرجع نذكركم مشاهدينا في حال حبيتوا انه تشوفون فقرات سابقه من صباح الشرقيه، كل اللي تقدرون تسوونه ان تروحون على الكيو ار كود يظهر اسفل الشاشه، هياخذكم مباشره لصفحتنا عبر اليوتيوب وتقدرون تتابعون كل ما فاتكم. ايضا ارجع اذكركم بسؤال حلقتنا تفاعلي، هل تعاني من طقطقه المفاصل وما افضل حلها؟ طبعا دكتور احمد شاركنا بهاشتاج حلقتنا لليوم وذكر انه بعض الاشخاص يستخدمون بعض الزيوت مثل زيت الزيتون والزيوت الاخرى للتخلص فقط من الالام، ولكن اذا كانت مشكله جدا قويه او بعض الالام من الممكن انه ما تروح بسبب المساج، لازم تتوجهون للدكتور المناسب وايضا تتفادون تروحون للكايروبراكتر اللي هو الدكتور المسؤول عن طقطقه المفاصل، لازم تتوجهون لدكتور العظام قبل ما تتوجهون للكايروبراكتر. بعض الأشخاص ذكروا شلون إحنا نعرف أنه ركبتنا سليمة، من الممكن أنه تفحصوها إذا كان أكو ورم معين، إذا كان ألم معين، وأيضا تكون إذا تتعرض لكدمات بشكل مباشر لازم أنتوا بين فترة وفترة تسوون أشعة لهذه المنطقة على مود تتأكدون أنه ماكو أي فطر بالعظم أو ماكو أي مشاكل تخص صحة العظام وصحة المفاصل. من هذه المواضيع مشاهدينا ننتقل إلى استديوهاتنا في أربيل مع رفقة ورفقة بوحدها ورفقة وزين. رفقة يسعد صباحكم شباب. يسعد صباحك رولا ويوم جديد وصباح جديد على كل ما يشاهدنا، يا رب يكون صباح خير وأمل وتفاؤل. بخصوص سؤالنا التفاعلي، هل تعاني من طقطقة المفاصل وما أفضل حل لها؟
هذا شيء طبيعي ممكن أشوفه إذا ما كانت الحالة متقدمة. نعم. ويعود لأسباب كانت الحالة متقدمة ويعود لأسباب كثيرة، ممكن التهاب مفاصل، أيضا فقاعات غازية ممكن تسببها الحركة المفرطة، فأمر طبيعي. وحتى أنا يصير وياي، وخاصة لما يعني نصحى من النوم بداية يومنا، أو حتى تصير وياي لما أكتب هواي، بالتالي المفاصل والعضلات وحتى العظام اللي موجودة بالإيد ممكن شوية تتشنج أو يصير بها طقطقة، فهذا أمر طبيعي. لكن إذا تقدمت الحالة ممكن إحنا نراجع طبيب حتى نشيك على الموضوع ونشوف إذا هذا الأمر طبيعي أو يحتاج لعلاج معين. نعم. أنا هذا رأيي وهذا اللي يصير وياي. خلينا نشوف زين. رأيي زين أيضا. وصبح عليك. يسعد صباحك. صباح الخير عليك رفقة وعلى رولا وعلى كل مشاهدينا. يسعد صباحك زين. مشكلة المفاصل أغلب الأشخاص اللي يعانون منها هم الأشخاص الكبار بالعمر. الحمد لله والشكر الشباب ممكن يكونون شوية بعاد عن هاي المشكلة، لكن هذا ما يعني أنهم ما يكون عندهم هاي المشكلة أو ما تكون موجودة في الأوساط الشبابية. فدائما نحافظ على نظام غذائي جيد وننتبه لمستوى الكالسيوم. صح. اللي هو عامل جيد جدا حتى نتجنب الإصابة أو يكون عندنا هشاشة عظام، هم إن هذا ممكن يؤدي إلى الطقطقة في العظام. فهي هي الطرق اللي حتى واحد يعني يبتعد أو ما يكون عنده طقطقة في المستقبل، وهذا الشيء راح يجي مع المتابعة ومثل ما قلنا من النظام الصحي والرياضة. راح نتعرف أكثر أكيد وراح نسأل يعني الأشخاص المختصين بهذا المجال، ننتبه لحالتنا وأكيد بهذا الشكل احنا وحتى ممكن نضيف احنا نظامنا الغذائي الحليب اللي هو عنصر فعال جدا لهذا الموضوع، لأنه هو يفيد العظام وممكن يزيد لنا نسبة الكالسيوم. أكيد. رأيك يا رولا، أنت هم يصير مرات عندك طقطقة بالمفاصل؟ مرات بس جدا قليلة، ودائما أنا يمكن تخلصت من هذه الحالة بعد ممارسة الرياضة، اليوغا، المشي، كل التمارين خلينا نقول الرياضية الهوائية، من الممكن أن تخلصنا من هذا الشيء. واللي استغربته بهاشتاج حلقتنا لليوم حتى باستطلاع حلقتنا أنه كثير من العراقيين يطقطقون أصابعهم مجرد ما يشعرون بالتوتر، وهذا الشيء أنا مستفقدته، لأنه أنا ما يعني حتى من أطقطق أصابعي ما أسمع صوت. فاكتشفت انه الحمد لله انه عظامي بصحه جيده بسبب ممارسه الرياضه وبسبب النظام الغذائي الصحي. طبعا انا فقراتي انتهت من استديوهاتنا في دبي، مستمره ومتابعه وياكم من استديوهاتكم في اربيل. شكرا لكم. شكرا لك رولا، وشكرا لكل الفقرات اللي قدمتيها من استوديو دبي، ومكملين وياكم مشاهدينا من استديوهاتنا في اربيل. ونرجع نذكركم بسؤالنا التفاعلي اللي هو: هل تتكون لديك طقطقة بالعظام وما هو الحل الأمثل لها؟ طبعا مشاهدينا احنا منتظرين إجاباتكم على هذا السؤال عن طريق نسخكم للكيو آر كود اللي راح يظهر لكم أسفل الشاشة. خلينا نشوف تعليقات يا زين. رفقة، أكو شباب هواي طقطقون بأصابعهم مثل ما قالت همينة رولا، وهاي من عادات السيئة اللي هم يتعلموها، وهو نوع من انه يحاولون من خلال هاي الطقطقة انه يخففوا من السترس اللي يكون عندهم، او صارت عادة شائعة جدا. صح. انا همينة من الاشخاص اللي اسويها في بعض المرات، لكن بعد ما عرفت انه هي عادة سلبية وهي مو ايجابية فابتعدت منها. بس اشوف انه بعد اكو اشخاص يقولون انه احنا نسويها بروتيننا اليومي، هذا الشيء يساعدنا حتى نخفض الستريس اللي يكون عندنا او التوتر. سوى خاطئ، ممكن يكون عاده خاطئه. طيب احنا شفنا حتى بالفيديوهات بالسوشيال ميديا بالفتره الاخيره ظهرت هاي العلاج الطبيعي او جلسات. صحيح. العلاج الطبيعي اللي تكون طقطقات بالمفاصل وبالتالي انه تشعر المراجع بالراحه. ولكن ظهرت الدراسات انه لازم تكون عند شخص متخصص بهذا الموضوع، يكون دارس علاج طبيعي وفاهم به، يلا احنا ممكن ناخذ هذه الجلسات، لان ممكن احنا تتضرر فقراتنا وتتضرر العظم اللي احنا عندنا اياه. طبعا مشاهدينا، تعليق من نور تقول: طقطقة المفاصل تقريبا عند الأغلبية، وسببه هو نقص بالكالسيوم، فإحنا ممكن ناخذ سابليمنتس أو ممكن نظامنا الغذائي بالضبط. صحيح. أو نظامنا الغذائي نهتم به. أكو ناس لا، تقول الحمد لله إحنا ممارسين الرياضة ونظامنا صحيح فما يصير عندنا هذه الطقطقة. إذا مشاهدينا إحنا راح نرجع نقرأ تعليقاتكم أكيد على سؤالنا التفاعلي، لكن بعد ما نروح لضيفة حلقتنا لليوم
بظل تقلبات الطقس واختلاف درجات الحرارة لابد أنه تتعرض البشرة لظروف ممكن تأثر على صحتها، ولطالما أنه أغلب الأشخاص يرغبون ببشرة نضرة وجميلة وصحية ورطبة، فلابد من الاهتمام بها واتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على نعومتها والوقاية من مختلف الظروف اللي تتعرض لها. ولهذا السبب مشاهدينا اليوم استضفنا معنا اختصاصية الأمراض الجلدية والحساسية وتجميل البشرة الدكتورة ناز الأتروشي. يسعد صباحك دكتورة وأهلا بك بصباح الشرقية. صباح الخير عليك دكتورة. شكرا جزيلا. صباح النور. صباح النور على جميع المشاهدين. طيب دكتورة، احنا حابين نسألك على التغير بدرجات الحرارة، هل له دور واضح على الجلد والبشرة بشكل خاص؟ طبعا أكيد البشرة تتأثر بتغييرات درجات الحرارة سواء كانت باردة أو رطبة أو جافة، لأن ندري أنه البشرة هو أكبر عضو بالجسم وهو اللي يحافظ الأجزاء الداخلية من العوامل الخارجية. فالدرجة الطبيعية للجلد المفروض يكون 37 درجة مئوية كما نعرف، في حال أنه يكون الدرجة الخارجية 25 درجة مئوية. في حالات اللي يصير بها تغيرات بدرجات الحرارة تتأثر البشرة، فمثلا من يصير الجو درجات حرارة كلش باردة، في هذه الحالات يصير عندنا مشاكل بانخفاض الرطوبة. انخفاض الرطوبة هذا يسوي جفاف بالبشرة، فأكو حالات جلدية تزداد سوءا أثناء فترة البرد، مثلا الأكزيما والصدفية بسبب الرطوبة وبسبب السيستم التدفئة والصوبات اللي نستخدمها يسوي كلها جفاف بالجلد. بينما هناك حالات في الجو البارد تصير أحسن، يعني مثل اللي عندهم بشرة دهنية، حبوب، حب الشباب، هذا يصيرون أحسن بالبشرة بالجو البارد. أما عندما يرتفع درجات الحرارة، طبعا الجسم حتى انه يتغلب على الدرجه الحراره العاليه يبدا بعمليه التعرق حتى انه يرجع الدرجه الحراره الى الحراره الطبيعيه، فيبدا بالتعرق. هذا التعرق الزايد اذا ما نعوضها بالسوائل مرات يسوي للبشره جفاف، وكذلك يصير عندنا بالجو الحار زياده بالافرازات الدهنيه، فاللي عندهم بشره دهنيه راح يعانون من زيادة حبوب الشباب بسبب انسداد المسامات، بسبب التعرق وبسبب الإفرازات الدهنية. وأكو حالات اللي سببها البكتيريا أو الفطريات، الجو الحار يكون ملائم لهم أنه يزدادون في هذه الفترة. فإحنا لازم نتعامل حسب بشرتنا في كل موسم حسب درجة الحرارة. طيب دكتورة، العراق شهد تقلبات فجائية الفترة الأخيرة يعني أغلب المناطق، وشفنا ارتفاع او انخفاض كبير بدرجات الحراره، واحنا هسه مقبلين بنفس الوقت لفصل الربيع والصيف، بس نعرف انه احنا فصل الربيع كلش يعني قصير مدته راسا ندخل بالصيف، فشون ممكن احنا نحافظ على درجات الحراره المناسبه، وشون احنا نكون on the top of يعني نبقي الجلد يكون رطب، وشنو هي او شنو هو الروتين اللي احنا لازم نتبعه؟ طبعا احنا حتى نحافظ انه الجلد يكون رطب لازم يكون من الخارج ومن الداخل. طبعا من الداخل شرب كميات وفيره من الماء واكل نظام غذائي صحي، ومن الخارج يحتاج انه ترطيب نستخدم مرتين باليوم، والترطيب يكون حسب نوع البشره، كلش مهم الترطيب. واشعه الشمس طبعا احنا بالصيف يكون الطلعات هوايه، يكون سفرات هوايه، فنتعرض لاشعه الشمس اكثر من باقي المواسم، فيحتاج انه نلتزم باستخدام واقي الشمس. والفترات اللي هي تكون كلش تاثر اشعه الشمس تاثر على البشره، يعني نتجنب انه نطلع ونتعرض للبرد، هي اللي هي بين 10 للصبح الى 4 بالعصر. ومع ذلك في باقي الأوقات أيضا لازم أنه نلتزم باستخدام واقي الشمس، هذا كلش ضروري نستخدمها، والأكل الصحي والنظام الصحي وشرب المي هواية، فنحافظ على بشرتنا. طبعا بكل المواسم إحنا نحتاج أنه نحافظ على ترطيب البشرة، بس بفصل الصيف كل موسم يحتاج طريقة التعامل الخاص بها.
دكتورة، أنت ذكرتي واقي الشمس، وفعلا أنا أشوفها يعني وبعد تجربة واحدة من أهم الأمور اللي إحنا لازم نداوم على استخدامها حتى نحافظ على شباب بشرتنا، وأيضا تحمينا من العوامل الخارجية البيئية اللي ممكن إحنا نتعرض لها. طيب دكتورة، إحنا مقبلين على شهر رمضان، ونعرف أنه بكل رمضان ممكن يتغير النظام الغذائي، أو حتى لفترات طويلة ممكن إحنا نصوم عن الأكل، فهل هذا الشيء ممكن يأثر على البشرة؟ وكيف ممكن نتفادى تعرض البشرة للبهتان، ممكن للجفاف، كل هاي الأمور؟ طبعاً أكيد البشرة تتأثر بالصيام. طبعاً الصيام يعني هي واحدة من أعظم النعم الله سبحانه وتعالى على العباد، لأنه أثبتت الدراسات الحديثة أنه الصيام والانقطاع عن الأكل والشرب لمدة بين 10 إلى 14 ساعة مفيد للجسم ومفيد للبشرة. لأن الجسم عن طريق عملية الصيام تبتدي تتخلص من السموم والفضلات، وعملية البناء وترميم الجسم يتحفز في هذه الفترة. فأكو حالات جلدية تتحسن ويا فترة الصيام، اللي هي مثلا الإكزيما، الحساسية، أكو البزمنة، أكو الحساسية المتلامسة، أكو أمراض بكتيرية تتحسن ويا فترة الصيام، لأن الجسم يكون مشغول بترميم الجسم وتخليصه من مضادات الأكسدة والمركبات المضرة للجسم. فأكو حالات، هاي الحالات الجلدية تتحسن ويا فترة الصيام. والجزء الأهم أنه خلال فترة الصيام هرمون النمو يتحفز، والجسم تحاول أنه تقلل من عملية الأكسدة وتخلص من المركبات الضارة الأكسدة عن طريق زيادة حساسية الجلد للإنسولين، اللي إحنا المشاكل عندنا أكثر مشاكل من أنه مقاومة الإنسولين. إحنا في فترة الصيام راح نتغلب على هاي المشكلة، حساسية الجلد تزداد الإنسولين، وهذا له دور أثر كلش كبير في تأخير عملية تقدم العمر والشيخوخة. فإحنا كهرمون النمو كيزداد راح يصير عندنا بناء أنسجة جديدة، راح يصير عندنا بناء كولاجين وإيلاستين، وبذلك فتكون في هذه الفترة البشرة مجدودة وبيها نضارة، وكذلك الشعر والأظافر. بس طبعا أنه بشرط أنه إحنا نسوي الصيام ونلتزم بالتعليمات. يعني المشاكل اللي إحنا نشوفها أثناء فترة الصيام اللي هي أكثر شيء جفاف البشرة وسواد وهالات أطراف العيون، مو بسبب الصيام، بسبب العادات السيئة اللي أثناء الصيام، اللي هي قلة النوم، اللي هي الأكلات الغير صحية، الدسمة والحلويات والسكريات، وعدم شرب المي. فهي مو من الصيام، بالعكس الصيام احنا نستفاد منها اذا اتبعنا التعليمات بشكل صحيح. طيب دكتور، احنا بعدنا باقين باجواء شهر رمضان، وشون هي او شنو هي الاكلات اللي احنا لازم نتناولها؟ فانت من عندك دكتوره شنو تنصحينا كاغذيه اللي يجب تناولها بشكل عام وبخلال هذا الشهر لبقاء او ابقاء حيويه البشره ونظارتها مثل ما هي او تكون بطريقه سليمه؟ طبعا احنا لازم نتناول الاكل الصحي اللي يكون غني بالبروتينات والفيتامينات، الخضروات، الفواكه، الحبوب الكامله، الدهون المفيده للجسم، وبنفس الوقت نشرب مي هوايه. يعني احنا اثناء فتره الصيام نحاول انه ننطي جسمنا القدر الكافي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده ومضادات الالتهابات، ونتجنب السكريات والمشروبات الغازية والكافيين اللي تسوي جفاف البشرة. الفيتامينات نركز عليها، ومرات نحتاج انه ناخذ سبليمنت بهاي الفترة. التمر طبعا هو غني، يعني عنصر به عناصر البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم، ضروري جدا انه نركز عليها في فترة الصيام. فعلا فعلا دكتورة، ذكرينا أهم النصائح اللي توجهيها اليوم لكل من يتابعنا وخاصة السيدات قبل شهر رمضان. طبعا مثل ما قلنا الأكل لازم يكون صحي، النوم النوم لازم يعني لا يقل عن بين 6 إلى 8 ساعات، لأن قلة النوم راح يحفز هرمون الكورتيزول، هرمون الكورتيزول يكسر لنا الكولاجين،
فيظهر علينا التجاعيد ويصير جفاف بالبشرة. فالنوم الكافي كلش ضروري. ونشرب المي، المي هو نشربه يعني أقل شيء 8 قلاصات، نوصل 12 قلاص أو أكثر يكون بعد أحسن. وكذلك من نطلع برا نلتزم بواقي الشمس ونستخدم مرطبات البشرة مرتين باليوم مع ممارسة الرياضة إذا أمكن. إذن دكتورة شكرا جزيلا على هالنصائح المفيدة جدا والعادات المفيدة لصحة جلد الإنسان اللي لازم احنا نتبعها. احنا كلش نشكرك لوجودك ويانا بحلقة صباح الشرقية اليوم وعلى النصائح اللي قدمتيها. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة. إذن مشاهدين احنا ذكركم بسؤالنا التفاعلي اللي طرحناه بحلقة هذا اليوم، هل تعاني من طقطقة المفاصل وما أفضل حل لها؟ تقدرون طبعا تشاركونا بأجوبتكم إذا أنتم من الأشخاص اللي تعانون من طقطقة في المفاصل عن طريق الكيو آر كود اللي راح ياخذكم لصفحتنا على الإنستغرام. تقدرون تقولوا لنا شنو هي الطرق اللي أنتم تتبعوها حتى تتخلصون من الطقطقة، أو شنو هو الروتين اللي أنتم تستخدموه بشكل عام حتى لا تنصابون أو لا تواجهون أي مشاكل لا سامح الله في العظام. شنو عندك؟ زين أنا شفت أنه شخص كاتب انه احنا بالبيت كنا نسوي تشريب اللحم واحده من الامور اللي تخفف او تقلل الكولاجين، لانه بالضبط الكولاجين ممكن تخفف الطقطقه بالعظام. علي كاتب من اصعد الدرج عبالك مشغل معزوفه طقطق. انا الاحظ مرات من اصعد على الدرج يكون اكو طقطقه بسيطه، بس مثل ما قالت من رفقه اكو شغلات طبيعيه اذا كان فعلاً. شوربه العظام همينة بعض المرات هم يستخدموها حتى يرتفع منسوب الكولاجين الطبيعي في أكو الجسم. اشخاص ذاكرين انه العمر هو كل ما يتقدم العمر تزداد المشاكل بالمفاصل وبالعظام، بس أنا أشوف إنه خاصة بالمجتمعنا إحنا أشوف هواي أشخاص يعانون من هذه المشكلة وحتى وإن كانوا بأعمار صغيرة، مو صح؟ هذا الشيء صحيح، هذا الشيء بنشوفه بمجتمع الغربي كون هم ملتزمين بالرياضة وبالأكل الصحي، فهذا دائما نشوفه بمجتمعات الشرقية، ونتمنى إنه يصير أكو عادة تخلينا كلنا نلتزم ونبتعد عن الإصابة بهيجي أمراض في المستقبل. إذن مشاهدينا هاي عينا من تعليقاتكم، رح ننتقل وياكم إلى تقريرنا. رح نروح وياكم إلى محافظة السليمانية التي أقيم فيها فعاليات مهرجان الربيع للتسوق الترفيهي بمشاركة أكثر من 100 شركة لبيع المنتجات المحلية والعربية والأجنبية، وقد تضمن المهرجان على إقبال واسع من كافة فئات المجتمع، وشمل أيضا على العديد من الأعمال اليدوية والحرف الفنية بالإضافة للنشاطات الثقافية استعدادا لاستقبال أعياد النوروز واحتفالا أيضا بقدوم شهر رمضان المبارك. فخلونا نتعرف على هذا المهرجان أكثر عبر التقرير التالي. هاي ثاني مرة احنا نشارك بهاي المهرجان، مهرجان الصيفية، وكتير فرصة زين لأنه احنا كل نساء نشتغل بالبيت وهاي الفرصة يعني زين علينا، واحنا نبيع الشموع والشغلة اليدوية كلهم ومن كل الأنحاء الكردستان، يعني مو شرط أن تكوني بالسليمانية نشتركي بها. أنا أجيد من حلبجة وهاي ثاني مرة وكثير يعني فرصة زين علينا. اليوم إحنا شاركنا بمهرجان الربيع، طبعا مشاركة كلش حلوة، قبال على الناس هواية، صار مرتين إنه نحن نشارك بهذا المهرجان. مثل ما تشوف عندنا كيك، عندنا حلويات، عندنا محلبي، عندنا خشخش، عندنا تشيز كيك وشغلاتنا كلها محلية. طبعا عندنا كيك، عندنا دونات، عندنا تشيز كيك، والحمد لله مشاركة كلش حلوة كانت. والله هنا أنا كلش يفضلون هي شيء يعني مهرجانات وقبال كلش قوي عليه، تعرف أنت يعني كل بين وبين يصير أكثر شيء الناس يسوقون الغراضهم مثل ما نقول إعلان حتى الناس تعرف إنه ذني الأشياء موجودة حتى الناس تتعرف أكثر على المحلات. اليوم أنا وعائلتي جينا لهذا المهرجان بربيع السادس، كلش حلو، بيع أعمال يدوية وأكلات كردية وملابس كردية وأقبال هواية وكل شيء حلو. المهرجان بسليمانية مهرجانات
جميلة، وهذا المهرجان تتعدد به جنسيات، كثير من الجنسيات اللي عربية والأجنبية بنفس الوقت، وكذلك توفر به صناعات يدوية وصناعة محلية. الصناعات اليدوية كانت كلش جميلة وتدلل على ثقافة المجتمع، مجتمع السليمانية. وانا بالنسبه لي انا المنتجات بتاعتي كلها مصريه، بهارات مصريه، حلويات مصريه، سحلب المصري، الكركديه الاسواني، القهوه المصريه، الحلويات مولد النبي عليه الصلاه والسلام كلها موجوده عندي، جميع انواع البهارات ناعم وخشن برضو موجوده زي ما انت شايف كده حضرتك. مهرجان الربيع ده معروف كل سنه، في التوقيت بتاعه معروف دولي واحنا عارفينه، والاقبال زين، متعودين على الجمهور بيجي، والتنظيم درجه اولى زي الفل برضك. بنشكر المنظمين المسؤولين عن التنظيم هنا، ناس محترمه. احنا هاي الغراض اللي نشارك به كل غراض مال السجناء اللي بالاصلاحيه، وهم دا يشتغلون بالاصلاحيه، والحمد لله المعرض معرض زين وعد استقبال، وإن شاء الله نتمنى كل المشاركين بالمعرض يبيعون الغراض اللي جابوها، وإن شاء الله يكون عند حسن الظن اللي ضيوف اللي يجي يشوف المعرض. إحنا كل الواردات القسم مالتنا القسم الإصلاحية للسجناء ونفسهم، إحنا كموظفين مال الإدارة المشاركين على مود يشوفون بالإصلاحيات، هم مو سجناء، هم إصلاحية، لازم يصيروا أشخاص على مود يرجعون للحياة، يكونون شخص مصلح. هذا المهرجان من 1/3 إلى 10/3 يوميا يكون المهرجان مفتوح، ساعة 1 بعد الظهر لحين ساعة 10 بالليل، يعرض فيها جميع الاحتياجات اليومية للمواطن من المنظفات، مفروشات، الكوزمتيك، الموبيليات، الأكلات الشعبية والرقصات. وبجانب على هامش المهرجان يقام يوميا نشاطات ثقافية و كلتورية وفرهنجية هنا. الهدف من إقامة المهرجان هي الأول تهيئة أجواء للتسوق للعوائل، واستعدادا ثانيا استعدادا لأعياد نوروز والربيع وقدوم شهر رمضان المبارك. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما تابعنا هذا التقرير من السليمانية. وفعلا مهرجان الربيع دائما يعني الحلو به انه هي تكون بمشاركات، والحلو بهذا المهرجان اليوم انه مشاركين به اكثر من 100 شركة محلية ودولية وعالمية ايضا، فحلو هذا الموضوع، وخاصة انه هم جايبين منتوجات منزلية ومواد منزلية تهدف الى يعني تسوق العوائل، وخاصة احنا مقبلين اليوم على شهر رمضان الفضيل. والحلو به أنه هم مسوين تخفيضات جميلة ممكن يستفادوا منها العوائل بهذا الشهر. شنو رأيك؟ وأحلى شيء الدوم الربيع. الدوم مو صح؟ أنا أحب المهرجان اللي يكون بفترة الربيع، لأنه أكو بهواية شغلات تخص هذا الفصل بالتحديد، ومنها المأكولات اللي تنعمل وتتحضر خصيصا بفواكه، أو صح. إذا كان همينة خضروات تطلع هذا الموسم فتكون فريش وتحسين اكو بيها نكهه تنطيك شيء ريفريشينج. صح صح يا زين.
طبعا نتمنى لكل الأشخاص اللي مشاركين بهذا المهرجان كل التوفيق، وإن شاء الله تستمرون بهذا التقدم. مشاهدينا ننتقل لأخبارنا المنوعة ونبدي بخبرنا الأول، وخلونا ننتقل إلى عالم الحيوانات والحياة البرية وتحديدا بغابات الأمازون، حيث تعود غابات الأمازون المطيرة من أكثر الأماكن المطرية من أكثر الأماكن تنوعا بيولوجيا في العالم. تغطي أكثر من 21 مليون فدان وتعد موطناً لمجموعة واسعة من النباتات والحيوانات، وبسبب الصيد الجائر والأضرار التي ألحقت بها عملت إحدى المنظمات المحلية باستخدام منزلاً على شجرة طويلة جداً لإقامة فصل دراسي للسكان الأصليين يستقطب كافة المقيمين والباحثين للتوعية والحفاظ على الطبيعة فيها، حيث يقع المنزل على ارتفاع 32 متراً فوق شجرة في بيرو، ويتطلب الصعود إليه لأكثر من 140 خطوة للوصول إلى القمة بهدف تعليمهم أكثر عن البيئة المحيطة بهم وكيفية العمل على إنقاذها وحماية أراضيهم بدلاً من إزالة الغابات. وإن هذه الخطوة حتمنح الطلاب مهارات شخصية جديدة ساعدهم ممكن على حماية البيئة وتحسين أنفسهم وتطوير قدراتهم. فعلا زين، إحنا اليوم نشهد على دمار البيئة، صحيح. قطع الأشجار، حرق الأشجار، فممكن هاي الحملات التوعوية إحنا ممكن تفيد كثير من الناس وتوعيهم وممكن يستفادوا منها. وزين البيئة بالنهاية أكيد، يعني أكيد. هاي الخطوات إيجابية جدا، خصوصا احنا بالعراق من لازم يكون اكو خطوات من هذا النوع. اتمنى انه الكل يعني يكون عنده مسؤوليه تجاه بيئته تجاه مجتمع طبيعه البلد اللي احنا موجودين به. بالنهايه انه هاي ثروه ممكن احنا او مو ممكن احنا لازم نحافظ عليها. اكيد. اذا رفقه احنا باقين بعالم الحيوان، احيانا غضب الشاب المراهق وتعصبه يقوده لافعال غير منطقيه، فتماما هذا الشيء مثل ما فعل الشاب البولندي جاك عندما سرق حصان ضخم وحاول إخفائه في شقته بالطابق الثالث. فبعد أن مر جاك بمرحلة جدال مع صاحب الحصان الضخم، قرر الانتقام منه وسرقته وسرقة الحصان. وبعد أن تمكن من سرقته لم يجد مكان يخبئه بالحصان الضخم سوى منزله الذي يقع بالطابق الثالث في عمارة سكنية. وفي أثناء محاولته لاستدراج الحصان لأعلى عبر السلالم، تلقى ضباط الشرطة في بولندا مكالمة طوارئ حول الشاب جاك الذي كان يحاول قيادة الحصان إلى الطوابق العليا من مبنى السكني الذي يعيش به، حيث اعتقدوا الشرطة أنها مجرد مسحة ذكية بالبداية. ومع ذلك كان صاحب البلاغ جادا في حديثه وأصر على وجود حصان كبير على سلم المبنى الذي يعيش به. طبعا هذا الحصان كان يشق طريقة إلى الأعلى، وأن السكان كانوا بحاجة إلى مساعدة الشرطة. والآن يواجه الشاب جاك الذي يبلغ من العمر 19 سنة، يعني فترة السجن تتراوح بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، بتهمة سرقة الحصان. ما أعرف مرات الشباب ليش يلتجئون إلى عمل هكذا تصرفات، وأنه يزيدون الطين بلة بعد ما يسوون كوارث أخرى فوق ما هم مسوين. صح. طبعا مشاهدينا ننتقل لخبرنا الآخر. بظل الضوضاء والأماكن المكتظة داخل محطات القطار أو المترو في لندن، هناك العديد من المواهب التي تنمو وتشتهر للعلن وتصبح معروفة ولها متابعين ومشجعين. فقد أجرت هيئة النقل في لندن مسابقة تجارب الأداء لاختبار نجوم المترو المستقبليين المتوزعين على 40 نقطة في شبكة القطار، ليتولوا مهمة العزف والغناء يومياً أمام 3.5 مليون شخص تقريباً، ويستخدمون يومياً مترو العاصمة. هذا الشيء بهدف إسعاد المسافرين وبث روح إيجابية بين الناس وتقليل نسبة التوتر والقلق، ويظهر أغلب الفنانين قدراتهم ومواهبهم بين سلمين كهربائيين في محطة ساذرك في وسط لندن.
ويخرج عدد من المرشحين آلاتهم الموسيقية ويمرنون أصواتهم في الصباح الباكر من كل يوم. وقد تأهل نحو 280 مرشح من أصل 450 إلى رحلة أو مرحلة النهائيات من التجارب المقررة أن تستمر 10 أيام، ويفترض أن تؤدي هذه الاختبارات إلى اختيار أفضل الموسيقيين للعزف في 40 موقع من شبكة مترو الأنفاق. وتشير هيئة النقل في لندن إلى أن اختيار هؤلاء الموسيقيين يستند إلى نوعية الموسيقى وحضورهم إلى تجارب الأداء في لندن. شقد حلو احنا نشوف يعني حتى المتسولين في الغرب يختلفون شوية، انه يقدمون موهبة ويحاولون انه ياخذون مصروفهم اليومي عن طريق عرض موهبتهم. فهذا الشيء ممكن فرق موسيقية، ممكن عروض لأشخاص راقصين، ممكن كثير من الوسائل اللي احنا نستمتع بها، ممكن كمجتمع يستمتع بها وبنفس الوقت هي تفيد صاحب المصلحة احنا خلينا نقول، او أكيد. هو الفنان. فممكن احنا نحقق الشغلتين يعني بنفس الوقت، مو صح؟ عصفورين بحجر. بالضبط. إذا من هذا إلى خبرنا الأخير، وخلونا مشاهدينا نستمتع بشيء ما راح تشوفوه كل يوم. طبعا كبش يقود رجال الشرطة في مطاردة طريفة على الأقدام بحي سكني في أمريكا. فقد شهد مطاردة من نوع آخر بوسط حي سكني أبطله حيوان الكبش وبعض من رجال الشرطة الذين كانوا يحاولون القبض عليه، ليس بسبب شيء ما قام به وإنما لإعادته إلى صاحبه الذي قدم بشكوى إلى الشرطة أبلغ فيها عن هروب الكبش قبل يومين ورأى آثاره بالقرب من حي سكني المجاور له. وفور تلقي الشرطة البلاغ وجدوا شخص يخبرهم بوجود كبش بالقرب من منزله، وسارعت الشرطة بالذهاب إلى المكان الذي يتواجد به الكبش لتبدأ المطاردة المضحكة كما وصفها أهالي الحي. وبعدها قام بعض من رجال الشرطة بتوثيق لحظات المطاردة الطريفة ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لاقت تفاعل كبير بين المتابعين اللي أشادوا بهاي الطريقة وأيضا استمتعوا بهذه المطاردة المضحكة اللي ما راح يشوفوها كل يوم. صدق احنا ما راح نشوفها كل يوم. طبعا خبر طريف جدا فعلا. ومن هذا الشيء همين احنا نذكركم مشاهدينا بسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، اللي هو هل أنت تعاني من الطقطقة وشون أنت تحل أي مشكلة قد تواجهك من هذا النوع؟ زين، أنا دا أشوف أنه بالتعليقات ذاكرين، أنا ما متأكدة من صحة المعلومة، لكن فيتامين D3 وD6 ممكن يأثر على هذا الموضوع، فإحنا ممكن نلتزم به ونتخلص من الطقطقة. هاي واحدة من الآراء اللي نطانا ياها مشاهدين اليوم. فيان همين أكاد بأني أسوي رياضة وتمارين خاصة حسب ما وصفه لي الطبيب حتى أكون صحية وما أعاني من مشاكل تتعلق بالعظام في المستقبل. فعلا هي رياضة مهمة لهذا الموضوع. أيضا الناس ذاكرين أنه أكو مراهم أو دهون ممكن تتخلى على هذه المفاصل، وممكن إحنا تسبب هدوء يعني تهدئة هذه المفاصل، فإحنا ممكن نستخدم هذه الكريمات. طبعا مشاهدينا هذه كانت آراءكم وتفاعلاتكم على سؤالنا التفاعلي، نتمنى أن تكونون استفادتوا واستمتعتوا أيضا بفقرات حلقتنا، ونلتقيكم غدا بنفس الوقت. مع السلامة. مع السلامة.